كش بيض، ما في حليب، والضيوف قربوا يوصلوا. شو الحل؟ بنعمل كيكة ما بد هاي الأشياء بكل بساطة. حلقة جديدة من فقرة طبخات كبيرة بإيدين صغيرة مع صوتي مختلفين عرب. أنا نتالي من فلسطين، ورح نبلش المكونات السهلة. ربع كاسة سكر، كاستين كبار طحين، بصل جزر رح نفرمه، وبردقان رح نعصره، معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقتين كبار فانيلا، معلقة كبيرة قرفة، ربع معلقة كربونات الصوديوم، وربع معلقة جوزة الطيب، ونص كاسة زيت. وهلأ نبصر الجزر. يلا طبعا قشرناه وبدنا نبشره. وهلا رح نعصر كمان البرتقال، نقسمهم هيك ونعصر البرتقال، برضه طعمه كتير بيطلع زاكي بهي الكيكه. يلا بعد ما صرت كل الجزر وعصرت كل البرتقال، هلا اجى وقت نحط كل المكونات. رح احط الملح، وبرضه نفس الحكي امشوا على مقاديري، زي كربونات الصوديوم، البيكنج باودر، الجوز الطيب، القرفة، الفانيلا، والسكر. بعدين رح نزيد الزيت، ورح نزيد البرتقال، ونبلش تحليه. وهلا بعد ما نخلطه كتير منيح لازم تطلع هاي الرغوة، رح نزيد كل الطحين ونحرك. هلا رح نزيد الجزر، شوفوا مسك يعني حتى لون البرتقالي كتير حلو. هيك ونخلط. وهلا أدوات نديرة، رح نزيد هاي ونبلش ندير. هلا هو رح يطلع هيك انه ما رح يطلع كتير طري ولا رح يطلع كتير جامد، فهيك لازم يطلع معكم تقريبا. فلا هيك بنفردها، هي طبعا لحالها بترتاح بس احسن نفردها. وهيك وهلا رح نزيد دير عليها من هون شوية جوز. انا من نوع ما بحب كتير جوز، بس بنحط هيك للمنظر الحلو. وهلا رح نحطها بالفرن اول 10 دقايق على نار عالية اللي هي 230 سلسيوس، بعدين بننزلها ومنضل نفحص شوي شوي، بس ما تفتحوها بيها على نار عالية لانه رح تنضغط، هي البيكنج باودر بخليها تصير سفنجة اكثر. وهيها جاهزة قبل ما ضيوفنا يجوا. يي اجوا، يلا نقطع لهم اياهم، بيرفكت تايمينج. يلا واحد قطعها وادخلوا من طعمهم اياها. هيك وندوقها برضه قبلهم. يلا 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 تعالوا ناكلها عشان نتاكد انه زاكي قبل ما يجوا. طيب هيك هيدا اكل. مطراها ونسكاها، وضيوفنا اكيد رح يحبوها. ما بدي كثير اطول عليكم عشان هم على البيت، فلازم افتحوا الباب. اعملوها، ما تنسوا تعملوا لايك كومنت وشير، احملونا على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب. ان شاء الله حبيتوا هاي الحلقه، ومن صوت المغتربين العرب، وباي.